بعد أن تعذر وصولهم إلى كربلاء المقدسة، يقصد مئات الآلاف من البصريين مسجد وخطوة الإمام علي عليه السلام لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس عليهما السلام. يعيشون أجواء الزيارة بكل تفاصيلها حتى بالمسير. مئات الآلاف من البصريين يقصدون مسجد وخطوة الإمام علي عليه السلام يوم أربعين الإمام الحسين، سيما الذين تعذر عليهم الذهاب إلى كربلاء المقدسة. يعني اللي ما يقدر يروح الكربلاء يجي هنا يعزي. اي ويعني هذه التعزية ترفت شيء قليلة ما شاء الله، هل تشوفها يعني اقول لك مليون يمكن قليل مليون. ما نقدر نتخلى عن زياره اهل البيت، ما عندنا غيرهم، هم بيت الرحمه، هم اهل الشفاء عنا. اعدادهم تصل لمليون زائر خلال يوم واحد. الخدمات وسرادق العزاء تنتشر على امتداد عشرات الكيلومترات. القطاعات الامنيه تدخل حاله الانذار القصوى لحمايه هذه الاعداد من الزائرين. الزيارة بدأت زيارة الأربعين لمجلس خطوة الإمام علي عليه السلام من يوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصرا. توجه جميع أهالي البصرة إلى مجلس خطوة الإمام علي، كون أن أغلب الناس اللي توجهوا إلى كربلاء رجعوا من كربلاء زيارة كربلاء، فيوم الأربعين يكون إحياء هذه الشعار في مجلس خطوة الإمام علي. فكانت الزيارة مليونية، ومتوقع أن تكون انتهاء الزيارة يوم الأربعاء الساعة الثانية عشرة ليلا. مصلى معركة الجمل يتحول إلى قبلة للزائرين الذين يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام من كل عام، وسط إجراءات أمنية وخدمية عالية المستوى. حيث صلى الإمام علي في هذا المكان بات مقصدا للزائرين لإحياء الشعائر الحسينية، أهمها زيارة الأربعين من كل عام. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة.